الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احترت كثيرا في اختيار موضوع هذه الليلة، ولكنني سأتكلم عن أمر عظيم وهو أصل الدين، ولن يدخل أحد الجنة إلا به، بل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الكلمة الطيبة في القرآن كشجرة طيبة. فما قضيتنا هذه الليلة؟ إنها قضية لن يقبل الله بها شهادة أحد إلا بها، ولا عملا صالحا إلا به، أصل كل عمل صالح، وهو الإخلاص. ما أكثر المصلين، ما أكثر الحاجين، ما أكثر المعتمرين، ما أكثر الذاكرين، القارئين، المتصدقين، لكن السؤال، هل كلهم يعمل هذا لله؟ هنا السؤال. أنا أصلي وأتوضأ وأصوم وأذكر الله وأقرأ القرآن، لكن السؤال الأهم، لمن أعمل هذا كله؟ إن كان لله فامضي واستمر واستقم، وإن كان لغيره فلا تتعب نفسك، وقل لمن لم يخلص لا تتعب. سمع أو رؤيا الربيع بن خثيم أحد التابعين الأجلاء، هذا تابعي له قصص عظيمة، يقولون كان يصلي الفريضة في المسجد ثم يخرج، وما رؤي في مسجد قومه يصلي نافلة قط في حياته، ما شافوا إلا مرة واحدة صلى النافلة. ليش؟ لأن الحديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لولا المكتوبة ما صلى أمام الناس. هكذا كان الصالحون، تعال إليه في الليل قيام وقرآن، ومع هذا ما شاف أحد يصلي نافلة. وبعض الناس لا يحب أن يصلي إلا إذا رؤي، فإذا ما كان في أحد انقطع عن الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي، كل عبادتك لمن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، فقط لله، لله رب العالمين. ولهذا تتعجب لما تسمع أن في بعض الناس يتعجبون، شلون فلان شكله ملتزم لكن يسوي كذا وكذا، لأن هل كانت هذه السنة التي طبقها لله أو لغير الله؟ القضية في السر، تعرف العبد الصالح مو أمام الناس، مو في المظهر، مو في الشكل، ولا كل واحد يستطيع أن يتظاهر بأنه صالح، لكن تعال إليه في السر، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ يقول محمد بن واسع رضي الله ورحمه الله أحد التابعين، يقول أدركت أقواما، يقصد الصحابة والتابعين، أدركت أقواما ينام أحدهم على وسادة واحدة مع زوجته ويبكي طوال الليل ولا تشعر به زوجته، زوجته ما تدري عنه. وأدركت أقواما يقوم أحدهم في الصلاة فيبكي ولا يشعر به الذي بجنبه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. علي بن حسين زين العابدين، يقال عنه كان يحمل جراب الخبز على ظهره، متى؟ بالليل. شوف الصدقة، ورجل تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي سر هذا؟ أي إخلاص ذاك؟ أما اليوم بعض الناس إذا تصدق بصدقة بوده لو كتبت بالجرائد، بوده لو كانت حديث المجالس، بوده لو مدحه كل المادحون. لمن تعمل العمل؟ الحق لله، إن كان لله فابحث عن السر، وابحث عن العبادة في الخفاء، وابحث عن آخر الليل أوقات المحبين، لكن لمن؟ لله. كان علي بن حسين إذا أظلم الليل وهدأ الناس ودخلوا بيوتهم يوزع الخبز على الناس، يحمل الكيس، كيس الخبز، ويوزعه على الفقراء، ويقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، اللي تصدق بالسر. حتى أن سوف ترون بعض الآثار والقصص لأبي بكر وعمر كيف كانت قلوبهم صالحة، ويقولون عن علي بن حسين لما مات
وجدوا في ظهره خطوطا سوداء. قالوا مما ذاك؟ فحد يدري، هل جلد؟ ما جلد. من أي شيء هذا؟ قالوا كان يحمل الكيس، كيس الطحين، ويوزعه على ظهره للفقراء بالليل. قال الله جل وعلا: الصدقات حلال، إنك أمام الناس تدفع الزكاة، لكن أفضل الصدقة ما كانت في السر. إن تبدوا الصدقات، فنعمه، يجوز، لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فهو خير لكم. دور لك فقير ما يعرفك ولا تعرفه، بالسر بينك وبينه، تذهب إليه تشتري له طعاما تسد جوعته، هذا هو الإخلاص، ما يعرفك أحد. تذهب إلى بعض البلاد في شرق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، تأتيهم صدقات من بلاد شتى ما يعرفون أصحابها. كان أناس في مكة يقتاتون ويعيشون وعندهم خير، ما يعرفون من أين يأتيهم، ما يدرون. فلما مات علي بن حسين زين العابدين عرفوا من أين كانت تأتيهم. متى عرفوا؟ لما مات الرجل وانقطعت الصدقات، بعدين علموا أنه هو الذي كان يتصدق عليهم. لن ينال الله لحومها، ترى فلوس لما تتصدق فيها الله ما راح يحصل على فلوسك، والله جل وعلا ما راح يأخذ ذبيحتك، والله جل وعلا ما تنفع صدقاتنا، لكن حنا المستفيدين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الإخلاص يا صلى، عبادة السر. أسألك بالله، متى آخر مرة في الليل لما نام الأهل وسكنت الأصوات قمت وتوضأت وصليت لله ركعات؟ متى؟ فكر واسأل نفسك، متى آخر مرة جلست في المسجد وما في أحد وجلست تقرأ القرآن حتى ختمت؟ متى؟ متى يا أخي العزيز جلست في مصلاك لوحدك ورفعت يديك وذكرت الله عز وجل خاليا ففاضت عيناك؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أبو بكر، يقوم الليل، يصوم النهار، يذكر الله، يتبع الجنازة، يعود المرضى. يقول الصحابي: ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام. القضية مو كثرة، لكن شيء وقر في القلب. في الليل يقوم وفي الفجر يذهب إلى امرأة عمياء ما تعرفها، ما تعرف الخليفة، عمياء ما تدري، أرملة في البيت لوحدها في كوخ في ناحية المدينة، من يدري عن أبي بكر؟ ما في أحد. يقول عمر: تبعته يوما، كل يوم يطلع بعد الفجر ما أدري وين رايح. يقول: فتبعته يوما، يقول: فإذا به يدخل على امرأة يكنس بيتها، عجوز يكنس بيتها ويصنع طعامها ويحلب شياهها ويغسل ثيابها كل يوم. يقول عمر: فجئتها لما ارتفع النهار أبي أسألها، طرقت الباب فأذنت لي فدخلت، قلت: يا أماه، من هذا الذي يدخل عليك كل يوم؟ الخليفة طبعا. قالت: والله لا أعرفه. شوف السر. قال لها: ما يصنع عندك؟ قالت: يا بني، يأتيني كل يوم، يصنع طعامي ويغسل ثيابي ويكنس بيتي، يرتب البيت. قالت: ما تعرفينه يا أمه؟ قالت: والله لا أعرفه. بكى عمر وقال: ما صنعت يا أبا بكر؟ لقد والله أتعبت من بعدك، لقد والله أتعبت من بعدك. شوف عبادة السر، صدق العبادة، مؤام الناس بينك وبين ربك. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قلها من الآن: يا رب خلاص، من اليوم ما راح أسجد إلا لك، ما راح أقرأ القرآن إلا لك، لن أحفظ إلا لك، ولن أذكر إلا لك، ولن أطلب العلم إلا لوجهك، ولن أتصدق إلا ابتغاء وجهك، ولن أدعو إلى الله إلا رضاءك يا رب. ولك وفيك وبك أنت فقط، لله ولله ولله. قال أحدهم: وعنك إشارتي وإليك قصدي،
ومنك مسرتي ولك انقيادي، وأنت ذخيرتي وبك انتصاري، وفيك تألهي وبك اعتمادي. سمعتم برجل اسمه عبد الله بن المبارك؟ هذا الرجل كان في سفر. عبد الله بن المبارك كان رجلا ضالا فهداه الرب، كان في سفر من الأسفار، ماشي في السفر، في الطريق يقول أحدهم جلسنا استرحنا وحن السراج، يقول فجأة انطفأ السراج، السراج انطفأ، يقول فذهبنا نصلح السراج نجيب الزيت ونشعل السراج مرة ثانية، يقول فلما أشعلنا السراج وجدنا ابن المبارك قد ابتلت لحيته. فترة دقائق أخذ يبكي، تحجبنا ايش في يبكي، ما الذي حصل، ما الذي جرى، تعرف لي ما بكى؟ تذكر ظلمة القبر، فأخذ يبكي بدقائق بثواني، تذكر ظلمة القبر فبكى. سفيان الثوري، سمعتم بسفيان الثوري؟ بل ابن عيينة يقول يوم من الأيام أصابتني رقة فبكيت، كنت جالس أقرأ القرآن أخذت أبكي، فقلت في نفسي، شوف إيش قال حق نفسه، الشيطان يبي يدمر كل عمل، الشيطان إذا رأك صليت قالك صلي بس يدخل عليك الرياء، صم لكن قول حق الناس، تصدق لكن ما فيها شيء إذا الناس دروا، يبي يخرب نيتك يفسدها عليك إذا ما استطاع أن يوقفك عن العمل. سفيان بن عيينة يقول كنت في مجلس فأصابتني رقة، رقة قلب يعني، فبكيت، فقلت في نفسي، شوف حديث النفس ويعترف سفيان، قلت لو كان أصحابي معي فشاركوني، الله لو كان أخواني معي لكنا بكينا كلنا، نية زينة ما فيها شيء بس علشان يشجع أخوانه، ما قصد إلا الخير لإخوانه. يقول فغفوت إغفاءة، نمت. يقول فجاءني في المنام رجل يقول لي يا سفيان، مغضب، يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك، أجرك في هذا العمل ابحث عنه عند أصحابك، يعني كأن الأجر قد ضاع. ربكم أعلم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، الله يعرف إذا كان العمل لله أو لغير الله. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، فإنه كان للأوابين غفورا. كم من الناس اليوم يصلي لله، أول شيء لله، بدأ لله، لكنه لما سمع كان يبي يقرأ قل هو الله أحد سنة، فلما سمع أن أحد الناس دخلت المسجد صارت قل هو الله أحد عما يتساءلون، لما لما زدت السورة، لما أطلت فيها، لما هل حقا لله؟ سل نفسك هذا السؤال. كل شيء هالك، كل شيء لغير الله والله لن ينفعك، وربي لن ينفعك يوم القيامة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. حتى طلاب العلم، حتى القراء، حتى الحفظة، كم من الناس علمه للتكسب بس، والله رأيناهم هذا الزمن ما أكثرهم، إي والله يسأل قبل ما يسوي أي محاضرة أو يعلم الناس كم أقبض، كم فلوسي، كم معاشي، الله أكبر، صار علم الدين لأجل المادة، صار عمل الآخرة لأجل الدنيا، إلا من رحم الله جل وعلا. يقول الأعمش، الأعمش في الزمن الأول هذا، يقول لي نحو 20 سنة، أنا عشت 20 سنة، هذا عالم، يقول والله ما رأيت مخلصا، يقول ما شفت واحد مخلص في العلم، يقول عن غيره إنما صار العلم حرفة للمفاليس، اللي ما عنده فلوس يتعلم علشان يسوي الكتاب ويتاجر، أو يتعلم عشان يلقي محاضرة ويبيعها، أو يتعلم العلم لأجل المال فقط، إلا من رحم الله، فسدت النيات وضاع الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله، أن أعبد الله مخلصا له الدين. شافعي هذا الرجل التقي النقي، الله ما رفع أناس وخفض أناس إلا لنياتهم، صفاء النية، خلاص. شافعي يقول وددت أن كل علم علمته يعلمه غيري، تمنيت
كل شيء أعلم غير يعرفه. يقول فأوجر ولا يحمدني أحد، أحصل الأجر وما حد يشوفني، ما حد يهتم فيني، شوف النية شوف الإخلاص. سئل الإمام أحمد ما أفضل شيء عندك، شنو أمنيتك؟ يقول أن أكون في مكان لا يكون فيه أحد من الناس، أتمنى أعيش بروحي، لا يراني أحد ولا يشير علي أحد، لا يكلمني أحد ولا يمدحني أحد. يقول ابن المبارك يقول رب عمل صغير عظمته النية، عمل صغير إماطة أذى قش يشيلها من المسجد، لكن النية خالصة لله عظمت العمل. وكم من عمل عظيم، حج إلى بيت الله حقرته النية ما راح لله، عمل عظيم قيام ليل 3 ساعات في المسجد يصلي لكن مو لله، عمل عظيم حفر الآبار وبنى مراكز للإسلام ونشر الدين، عمل عظيم لكن حقرته النية لمن؟ هنا السؤال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أهم شيء الإخلاص. رجل أتى لتميم الداري، تعرفون تميم الداري صحابي، قال له يا تميم كيف صلاتك بالليل، شلون تصلي بالليل؟ فنظر إليه مغضبا قال ماذا قلت؟ قال شلون تصلي بالليل، ما سأل شيء، يبي تعلمون؟ قال لأن أصلي ركعة في سر لا يعلمها أحد أحب إلي من أن أقوم الليل كله وأقصه على الناس. وينك أنت؟ شو تقول؟ تسألني عن قيام الليل؟ عبادة المخلصين هذه ليست عبادة الشهرة. والواحد جالس يقول تدرون أنا البارح كنت صايم، البارح كنت قايم، واليوم أنا صايم، وأم تصدقت على الفقير، واليوم حفظت القرآن. تريد الأجر مني؟ تريد الحسنات مني؟ هل هذا عمل لله؟ أم أنك فقط تريد أن تشهره بين الناس؟ اسمع إلى ابن أبي ليلى أحد العلماء، أنا ما أجيب لك سير العلماء والعظماء، كان إذا دخل إلى بيته يصلي، فإذا دخل عليه الداخل اضطجع، يسوى نفسه نائم إذا دخل عليه أحد. تقول زوجة حسان بن أبي سنان زوجته أحد الصالحين، تقول إذا أوى إلى فراشه تقول يخادعني كما يخادع تخادع المرأة صبيها، شفت الأم شلون تنوم الياهل فيهم، شو يسوي؟ تقول يخادعني، تقول فإذا ظن أني نمت قام يصلي وهي نائمة، لكن يظن أنها نائمة، ينتظرها، يريد أن يخفي عمله عن زوجته، مو عن الناس، عن زوجته، يريد أن يخفي عمله. شوف السر، شوف الإخلاص، شوف العبادة لله. تقول فقلت له يوما يا حسان، يا حسان كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. تقول فغضب علي وقال لي أسكتي، أسكتي ويحك، يوشك أن أنام نومة لا أقوم منها زمانا. إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. ما عليك من الناس، الناس دروا ولا ما دروا ما عليك منهم، فوق التراب كل من فوق التراب تراب، وكل من في الأرض فقير إلى الله. احتج إلى الواحد الديان فقط، وجه عملك لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاعبد الله، فاعبد الله مخلصا له الدين. أيوب السختياني من أشد العباد، لكن سر ما يعلم أحد. يوم من الأيام يقول أصحابه رق في موعظة، في موعظة خاف أن يبكي، يقول فخاف من الرياء نزلت دموعه، فأخذ يمسح وجهه وهو يقول ما أشد الزكام، ليس به الزكام ولكنه يبكي من خشية الله، يتظاهر أن به الزكام. واليوم بعض الناس يتظاهر بالبكاء، وبعض الناس يريد أن يصرخ حتى يسمعه كل من في المسجد، وبعض الناس يتمنى أن لو رأوا الناس دموعه، وبعض الناس يتمنى أن لو رأوا الناس جبهته، يتمنى أن يعلم الناس بأعماله الصالحة إن كانت صالحة. وأيوب السختياني لما بكى غطى وجهه وقال ما أشد الزكام. قال الشاعر فيه
أحبس دمعي فيند شاردا كأنني أضبط عبدا آبقا ومن محاشات الرقيب خلتني يوم الرحيل في الهوى منافقا. يتهم نفسه بالنفاق. سمعت بعمر ابن الخطاب يقوم الليل فيبكي، يقولون في وجهه خطان أسودان من البكاء، يرفع صوته يقول للرسول ليش؟ يقول حتى أوقظ الأسنان. يقول اخفض صوتك، يبي يقعد النائم حتى يوقظه للصلاة. يذهب إلى أبي بكر يقول يا أبو بكر ما أسمع صوتك. يقول يا رسول الله أناجي ربي هل أرفع قليلا؟ هذا يأمره برفع الصوت، هذا يأمره بخفض الصوت. لكن انظر إلى عمر في عهده في خلافته، لما رأى أبا بكر يطعم الفقير والمسكين عمل مثله، فتبعه طلحة قال أريد أن أنظر وين يروح عمر، شو يسوي عمر، ليش اختفي عنا عمر، فتبعه فرآه يطعم أرملة أيضا، فرآه طلحة وقال أعثرات عمر تتبع يا طلحة، أعثرات عمر تتبع يا طلحة. يوم من الأيام ابن سيرين، سمعتم ابن سيرين؟ ابن سيرين المفسر، ترى هذا رجل عابد، إذا رآه الناس في السوق كبروا ما يتكلم، لكن إذا شافوه كبروا الله. والأولياء من الأولياء؟ إذا رأيتهم ذكرت الله جل وعلا، بس تشوفهم نور يخرج منهم يذكرونك بالله جل وعلا. أولياء الله هم ما يظهرون أعمالهم لكن الله يظهرها عليهم. ابن سيرين يوم من الأيام سألوا عنه، ايش في هذا كله يضحك مع الناس، مع الناس يضحك ويلهو ويتكلم، قالوا إنما العبادة بالسر. قال أهله كان إذا جاء الليل يبكي كأنه قتل قتيلا. شفت الواحد اللي قاتل شلون يبكي؟ هكذا كان يبكي ابن سيرين. لكن إذا كان في النهار يضحك حتى لا يعلم به أحد. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا الليل هزتني إليك المضاجع، أقضي بنهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع. اسمع إلى الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله في مرضه قالوا له إن طاووس كان يكره الأنين، أحد التابعين قالوا حق الإمام أحمد ما كان يشتكي. تدري ايش معنى هذا الكلام؟ حتى شكواهم لله، حتى همهم بينهم بين ربهم، حتى مصائبهم ما يقول حق الناس، مصيبته يجلس لوحده ويشتكي لله عز وجل. ماذا قال يعقوب؟ إنما أشكو بثي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فقط لله. حتى الشكوى حتى الهم. لما قيل هذا للإمام أحمد سكت، وكان به مرض شديد ما أن حتى مات رحمه الله، وما اشتكى لأحد حتى مات. تفيض النفوس بأوصابها وتكتم عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي هواها إلى غير أحبابها. حتى السحرة، سحرة فرعون لما أسلموا كانوا مخلصين، كانت عبادتهم لله وحده. سأل نفسك كم سنة أنت مسلم؟ 30 40 سنة 50 سنة؟ هل تعلمت الإخلاص؟ يقول أحد الصالحين عالجت نيتي 20 سنة، 20 سنة أصلح النية، يقول ثم ارتحت 20 سنة ثانية. هكذا مجاهدة النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أبو بكر رأى العبيد الفقراء المساكين في مكة، أخذ يشتريهم ويعتقهم. جاء أبوه أبو أبي بكر ابن أبي قحافة قال له يا أبا بكر شو تسوي أنت؟ على الأقل أعتق الرجل من القبيلة الفلانية، أو على الأقل يمنعك عند قوم وراء قبيلة يساعدونك. تعتق من؟ بلال؟ تعتق من؟ وناس ضعفاء فقراء؟ أعتق واحد يسوى. فنظر أبو بكر لأبيه وقال له يا أبتي أنا لا أعتقهم لأجل أن يمنعوني، أنا ما بي منهم شيء، إنما أعتقهم لله عز وجل. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
وجه ربه الأعلى فقط لله ولسوف يرضى. تلميذ الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يختم القرآن كثيرا، كل أيام يختم القرآن، يقول لازمته 4 شهور ما علمت أنه ختم ختمة واحدة، ما أدري. إذا غفل رجل قرأ، وإذا رآه سكت، يقول ما أدري متى يختم. 4 شهور يقول أنا معه، ما رأيته ختم ختمة واحدة، وكان يختم كل بضعة أيام. هكذا السر. ابن تيمية يخرج كل صباح، يقولون لوحده، الصبح لوحده، شو يسوي؟ يخرج في الصحراء مع من؟ يختلي بينه وبين ربه، يناجي ربه كل يوم لوحده. وكان من شعر ابن تيمية رحمه الله يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. الله أكبر، يقول بيني وبينك يا رب بس أطلع بروحي، أخرج من البيوت، أجلس في الصحراء حتى أناجيك يا رب. شوف الإخلاص، وين المخلصين اليوم؟ أين أهل التقوى؟ أين القلوب السليمة اللي أمام الناس عادية صلاتهم، نصلي يصلي حال حال الناس، لكن السؤال في الخلوة شو يسوي؟ أمام الناس ربما قراءته للقرآن قليلة، لكن انظر إليه في البيت شو يسوي؟ أمام الناس ربما يذكر الله عادي حال حال الناس، لكن السؤال إذا خلا ماذا يفعل وكيف يذكر ربه؟ اسمع إلى هذا الحديث، قاله أبو هريرة 3 مرات ما استطاع أن يقوله، كلما قاله أغمي عليه، كلما أراد أن يقول الحديث أغمي عليه. على من؟ على أبي هريرة صحابي جليل. تعرف شنو الحديث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث: أول من تسعر بهم النار 3 أول من يدخلون نار جهنم. البعض منا لو لم يكن سمع الحديث لقال عابد الصنم، لقال الذي ينفي وجود الله، لقال الذي يعبد الأوثان. تعرف من أول 3؟ قارئ للقرآن، ومتصدق بماله، ورجل قتل في معركة. 3 أول من تسعر بهم النار. يؤتى للأول فيسأله الرب عز وجل، الملائكة الآن جاءت به: عبدي. الله يسأله: ماذا صنعت؟ ما سويت في الدنيا؟ فيسأله الرب عز وجل، الملائكة الآن جاءت به: عبدي. الله يسأله: ماذا صنعت؟ ما سويت في الدنيا؟ فيقول العبد: يا رب يا رب، قرأت القرآن فيك، قرأت القرآن وصليت بالناس لأجلك يا رب، قرأت القرآن فيك. فيقول الله جل وعلا: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت. إذا قال الله كذبت، قالت الملائكة: كذبت، خلاص، يعني راسب، ما في دور ثاني، ما في فرصة ثانية، ما في عادة، ما في شفاعة. الله يقول: كذبت. الآن انصدم الرجل، تعرف ليش؟ إنما قرأت ليقال قال، النية ما كانت لله. نعم حفظت القرآن لكن مو لله، نعم جوت لكن مو لله، نعم صليت لكن ما كان لله، نعم وزعت الشريط لكن ما كان لله، إنما قرأت ليقال قال، خذوه إلى النار، فيسحب على وجهه إلى النار. حافظ القرآن هذا. الثاني أبو هريرة 3 مرات يبكي ويغمى عليه قبل ما يقول الحديث. الثاني قال رجل تصدق، يقول الله عز وجل: عبدي أنعمت عليك بالخير والنعمة، ماذا صنعت؟ سويت؟ قال: يا ربي، وصلت به الرحم وتصدقت فيك، أطعمت الفقراء والمساكين، ووصلت الأرحام، وزع على أرحامه. ونعم فعل هذا، لكن السؤال وين؟ كذبت. فتقول الملائكة: كذبت. انصدم الرجل: إنما تصدقت ليقال جواد، كنت تريد السمعة، كنت تريد الشهرة، كنت تريد أن يقال جواد، وقد قيل ما أردت حصل في الدنيا، خذوه، فيسحب على وجهه إلى النار. ثالث رجل ذهب للمعركة وقاتل مع المسلمين وقتل مع المسلمين، وظن الناس أنه شهيد، وظن الناس أنه أفضل الناس، وسفك دمه في سبيل الله، وتكلم الناس: من مثل فلان قتل في المعركة؟ ماذا صنعت؟ يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، ما كان لله، خذوه. ف
فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وأنزل الله في هذا الحديث: من كان يريد الحياة الدنيا، اللي يبي السمعة، اللي يبي الشهرة، اللي يبي المدح من الناس، هذا همه بس. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عمرو بن قيس 20 سنة يصوم 20 سنة، يصوم يوما يفطر يوما، أهله زوجته لم تعلم به. شلون هذا؟ كيف يصير 20 سنة زوجته ما تعلم به؟ يأخذ الغداء كل يوم ما يأتي إلا في الليل، يطلع الفجر يأخذ غداءه معه إذا خرج وزعه على الفقراء، لا يأكل. شوف النية. ابن مسعود يقول: إذا أصبح أحدكم صائما، اللي يصوم يقول فليصبح دهينا، حط له دهن، حط له بعض الكريمات اللي تبين أنه مشاحب الوجه، لا أحد يحس أنه صائم، لا أحد يشعر فيك أنك صائم. قال فليصبح دهينا مترجلا يكشخ حتى لا يشعر به أحد أنه صائم. مو مثل بعض الناس لما يصوم يعلم كل العالم، يتمايل، يتماوت، يمشي كأنه ميت. تبي الناس كلها تعرف أنه صائم؟ ليش؟ ليش تبي الناس تعرف؟ تريد المدح من الناس؟ تريد الثواب من الناس؟ تريد الأجر في هذه الدنيا؟ من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، ما أكثر المصلين لكن من منهم يريد الآخرة؟ ما أكثر المتصدقين من منهم نيته الآخرة؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول الثوري، يقول البكاء، وايد ناس يبكون في قيام الليل، في مجالس الذكر يبكون، في الحرم تشوفهم يبكون، في الحج يبكون، في عرفة يبكون. يقول البكاء 10 أجزاء، 10 أقسام البكاء، 9 ليست لله وواحد لله. يقول هذا تقييم، مع أنه بكاء سفيان الثوري معروف دائما يبكي، وإذا ذكرت عنده الآخرة من شدة بكائه يبول دما، كان يدخل المقبرة يتقنع حتى ما يعرف أحد، لكن الناس تكشفه، لا يريد أحدا من الناس أن يعرف أنه يتبع جنازة أو يزور مقبرة، لكن الناس تفضحه، الله عز وجل يكشفه لأنه محبوب أمام الخلق، نوره يسبق كلامه. ومع هذا يقول البكاء 10، 9 ليست لله وواحد لله عز وجل. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. لا تستغرب لما تشوف ناس أشكالهم ملتزمة حقيقتهم خاوية، لا تستغرب، القضية الإخلاص، هل كان هذا لله ولا مو لله؟ لا تستغرب لما تشوف أحيانا واحد تحتقره تقول هذا وين وين الالتزام، هذا وين وين الدين، لكنه إذا صف رجليه لله بكى. ليش؟ قضية إخلاص، قضية قلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم لكن ينظر إلى قلوبكم. يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
كان الربيع بن خثيم يقرأ المصحف كل يوم في البيت، فإذا دخل عليه أحد غطاه بالثوب حتى لا يعلم به أحد. تغطيه عن من يا ربيع؟ تغطيه. سبحان الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون. أحيانا إخلاصك ونيتك تسبق العمل، أحيانا ما تسوي لكن النية الخالصة لله تعطيك الأجر كله. ما أقدر، عندي نية أن أبني مسجدا لكن ما عندي، يكتب لك الأجر. عندي نية أن أحفر بئرا لكن ما عندي، يكتب لك الأجر. عندي نية أن أذهب للجهاد لكن ما في باب، يكتب لك الأجر. عندي نية أن أذهب للحج لكن ما عندي، ما أستطيع، يكتب لك الأجر. يقول الشاعر على لسان أحدهم نوى أن يذهب للحج لكنه لم يستطع: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. بالنية رحمة. إنا قمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك اللهم لما لا أعلم. أعرف أناسا صغار في الثانوية يصومون يوما ويفطرون يوما في أكثر أيام الصيف حرارة، وأعرف نساء يتصدقن بحليهن وبأموالهن الخاصة لا يريدون بهذا إلا وجه الله جل وعلا. وأعرف أناسا فقراء، والله فقراء، يستقطعون جزءا من معاشهم لله جل وعلا مع أنهم فقراء. يقولون عن علي بن حسين كان فقير، ترى ما كان رجل غني، حتى يقولون هذا الرجل ما عنده شيء أكله، ولما مات علموا أنه كان يطعم 100 بيت، يطعم 100 بيت ويقتر على نفسه. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تبي تعرف المخلصين في صيام الهواجر، صيام أيام الظمأ، صيام الصيف تعرفهم، في قيام الليل في الليالي القصيرة تعرفهم. تعرفهم يا عبد الله في المقابر إذا خليت من الناس، تعرفهم يا عبد الله في المساجد إذا فرغت من المصلين، تعرفهم يا أخي الحبيب مع الفقراء متقنعين. الفقير لا يعرفهم لكنهم يعرفونهم. علي بن حسين ابن النبي، من أحفاد النبي، من آل البيت، قيل له عند الحج: لبي، قل لبيك حجا. سكت. قالوا له: لبي، فسكت. قالوا له: لما لا تلبي؟ شفيك؟ قال: أخاف أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. شوف القلب المخلص، شوف القلب الخائف. احنا اليوم نروح نحج ونرجع ضامنين، الواحد يقول أسوي اللي أسوي وحج حتى يغفر الله لي، تضمن؟ تضامن؟ يقول شريح: الحاج قليل والركبان كثير، ما أكثر من يعمل الخير لكن ما أقل من يريد وجه الله. منكم من يريد الدنيا، نزلت في الصحابة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ترى مو كل الناس يريدون الآخرة، مو كل الناس صلوا لله، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى ما صلى ولا صام. صلى لأجل حاجة، صام لأجل حاجة. بعض الناس يقول: أنا كنت أصوم سنوات لكن ما أصلي. شلو صوم ما تصلي؟ عادة، ما كان يصوم لله جل وعلا. صيام مثل الناس، صيام تحدي، صيام عادة، صيام أمور اجتماعية، لكن هل كانت لله جل وعلا؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في إحدى المعارك المسلمين يقاتلون من؟ الروم، قتال شرس. قبل القتال طلب الروم المبارزة، عادة العرب مبارزة قبل الجهاد، قبل القتال،
من يبارز القوم؟ قام رجل من الروم يريد القتال، فخرج له أحد المسلمين متلثما قد غطى وجهه بلثام، فبارزه حتى قتله. كبر المسلمون، الله أكبر الله أكبر. فقام رجل آخر من الروم فبارزه نفس الرجل المسلم وقتله. فقام الرجل الثالث فبارزه نفس الرجل فصرعه، ويكبر المسلمون الله أكبر الله أكبر. تخيل نفسك في الموقف هذا والناس تكبر لشجاعتك وبطولتك. يقول أحد الصالحين، يقول فإذا به يدخل بين الصفوف، ما حد يدري منه، دخل بين الصفوف واختفى. يقول فتبعته، أريد أن أعرف من هذا الرجل، من هذا اللي يتلثم ويقاتل؟ أنا ما فيها شيء، أنت قاتلت لله، اكشف اللثام. يقول فانخرط بين الصفوف فتبعته. يقول فلما وصلت إليه، يقول جئت إليه فجبثت الثوب، سحبت الغطاء من وجهه. يقول فإذا هو من؟ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك. يقول فنظر إلي فقال لي حتى أنت يا أبا عمرو، حتى أنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، حتى أنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا. يقول فما كلمني بعدها سنة كاملة، غضب علي. ليش؟ عرف أنه هو الذي بارز وقاتل. شوف الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله، أن أعبد الله مخلصا له الدين. يقول النبي لما سئل يعني من المجاهد حقا، قال الرجل يقاتل حمية، من الناس من يقاتل لكن حمية مو لله، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا وكذا. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الشيطان حريص على أن يزيغ القلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف، أخوف ما خافوا عليكم الشرك الخفي. قالوا ما هو الشرك الخفي؟ قال الرياء. الرياء الواحد يتصدق لكن علشان الناس تنظر إليه، يطلب علم علشان يشيرون إليه، يدعو إلى الله حتى يقال ما شاء الله دعا، يفعل الخير حتى يمدح من الناس ويشار إليه بالبنان. قال الرياء. قالوا ما الرياء يا رسول الله؟ شنو الرياء؟ قال يقوم الرجل فيصلي صلى لله فيطيل صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. طول في الصلاة، طول في العبادة، بكى في الدعاء، ما كان لله البكاء. لو ما كان في أحد ما بكى، ما بكى. لو ما كان في أحد ما زاد بالدعاء، لو ما كان في أحد ما صلى بهذا الطول، ولكن لأجل الناس رياء، نسأل الله العافية. يقول بشر، يقول العجب، من الذي يعجب بنفسه؟ يقول العجب أن تستكثر عملك وتستقل عمل الناس. يوم من الأيام، شوف القصة الغريبة العجيبة، محمد بن المنكدر أحد العلماء الصالحين، يوم من الأيام يقول استسقى أهل المدينة، أهل المدينة طلبوا المطر وما نزل، مطر ما نزل من السماء، طلبوا المطر الصالحون ما أنزل الله لهم المطر. يقول وفجأة كنت في المسجد في الليل، مسجد المدينة، تخيلوا المسجد القديم في زمن تابع التابعين، يعني قبل 1200 سنة تقريبا. يقول كنت جالسا في الليل، يقول لي وحدي ظلمة، يقول دخل علي رجل لا أعرفه، ما عرفته، لم يرني، ما شافني الرجل، ما شاف ابن المنكدر، ما شاف، ما رأى أبا عبد الله، يقول لم يرني. يقول فدخل في المسجد وكبر وصلى، يقول وضع رداءه وصلى، هو ما قاعد يشوف ابن المنكدر ما يدري. يقول فلما انتهى من صلاته رفع يده، وقحط في المدينة وجفاف ما في مطر. يقول فرفع يديه إلى السماء وابن المنكدر يسمعه. ابن المنكدر ترى بكاء، يعني ابن المنكدر لما ينقل القصة متعجبا، تخيل ابن المنكدر متعجب من هذا الرجل. يقول فنظرت إليه
فقال اللهم، شوف الرجل الغير معروف، قال اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، أهل المدينة استسقوك ما أعطيتهم المطر، فأقسمت عليك يا رب أن تسقيهم. قال ابن المنكدر الرجل مجنون، أهل المدينة كلهم الله ما استجاب لهم، ويقول الرجل أقسمت عليك يا رب أن تسقيهم، يقسم على ربه. رب أشعث أغبر ذو طمرين ثياب ريح فيها، لو أقسم على الله لأبره الله. وكم من إنسان جميل، ثيابه جميلة، شكله جميل، قد تزين بأجمل ما عنده، لو رفع يديه ما استجاب الله له. هذا موجود. يقول فقال الرجل هذا مجنون، كل المدينة الله ما استجاب لهم يستجاب لك أنت؟ يقول فلا زال يدعو ويدعو ويدعو حتى أرعدت السماء. يقسم ابن المنكدر يقول فوالله ما أنزل يديه إلا والمطر ينزل، المطر نزل. يقول فبكى الرجل، بكى الرجل وهو يقول ربي من أنا حتى تستجيب لي، من أنا حتى تستجيب لي. يقول فظل يصلي حتى الصباح حتى الفجر. يقول فعجبت من أمره. يقول في الليلة الثانية جلست أنتظره. يقول فجاء يصلي حتى الفجر ما يشوفه. يقول في الليلة الثالثة جاء يصلي حتى الفجر، فقلت لابد أن أعرف من هذا الرجل. يقول ولما أصبح الصباح تبعته فعرفت منزله، وفي الضحى جئته فإذا بي سألت عنه، فقالت لي جارته هذا الرجل إسكاف يصلح الأحذية. شوف الرجل اللي أقسم على الله فاستجاب الله له يصلح أحذية. شوف القضية إخلاص، قضية قلب سليم، القضية نية صافية. يقول فجئته وسلمت عليه، قال يا أبا عبد الله حياك الله، ما الذي جابك أنت العالم العابد، شو اللي جايبك عندنا؟ قال أتريد أن أصلح حذائك؟ قال لا، لقد كنت صاحبك بارحة الأولى. قال ماذا؟ قال رأيت ما صنعت لما نزل المطر. يقول فغضب علي ونظر إلي نظر المغضب، ثم قال لي ما شأنك وشأني يا أبا عبد الله، شعلك مني، ما شأنك وشأني يا أبا عبد الله. يقول فخفت منه. يقول فخرجت وانتظرته الليلة الرابعة ما جاء المسجد حتى الصباح. يقول وفي الصبح ذهبت إليه إلى البيت، فقالت لي عجوز عند باب بيته، قالت غفر الله لك يا أبا عبد الله، ما صنعت مع الرجل؟ قلت والله ما صنعت شيئا. قالت ما إن خرجت من المنزل إلا حمل أمتعته وخرج من البيت. يقول ابن المنكدر فظللت أبحث عنه سنوات فما وجدته إلى هذه اللحظة. هاجر من المدينة كلها لأن رجلا علم به أن الله قد استجاب دعاءه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اجعل صلاتك فقط لله، صيامك لله، اجعل صدقتك لله، اجعل ذكرك لله، اجعل قرآنك لله، اجعل دعوتك لله، اجعل حضورك للمجلس هذا فقط لله. قل إني أمرت أن أعبد الله، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يقول ابن الجوزي ما أقل من يعمل لله مخلصا. إي والله صدق، صدق ابن الجوزي. العالمون كثر لكن من منهم يعمل بعلمه؟ القليل. والعاملون كثر لكن من منهم يخلص في عمله؟ القليل. عبد الله من اليوم راجع النية. تقول يا شيخ أحيانا إذا كنت مع الصالحين تشجعت في العبادة فعبدت الله أكثر، ما يخالف اجعل نيتك لله ولا بأس بهذا. أحيانا يتشجع الإنسان مع المجموعة فإذا خرج معهم في رحلة أو في نزهة أو جلس معهم في المسجد ربما ازداد في العبادة، لكن اجعلها لله جل وعلا، لا بأس يتشجع الإنسان في العبادة. شيخ أحيانا أضطر أن أتصدق أمام الناس، ما أقدر. قالوا الزكاة الواجبة تكون أمام الناس،
أما الصدقات حاول أن تكون بالسر، فإن كانت أمام الناس لا بأس، لكن اجعل نيتك لله جل وعلا، ولا ترجو مدحا من أحد، ولا ترجو ثناء من أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، شوف الحديث الصحيح، يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله. فكر على الدحين، ثلاثة الله يحبهم وثلاثة الله يبغضهم، كن من الثلاثة الأولى وإياك والثلاثة الثانية. من الثلاثة الأولى؟ اسمع للحديث. الأول، الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره، يضع رقبته أمام الأعداء، يضع صدره أمام الأعداء، فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح الله لهم. هذا أول واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جعلها أول مرتبة إلا لأنها حقيقة في المرتبة الأولى. ثانيا، قال القوم يسافرون فيطول صراهم، سفر متعب، سفر طويل، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون من التعب، ينزلون علشان يرتاحون ينامون. قال فيتنحى أحدهم، واحد منهم يأخذ طرف فيصلي، الناس تنام إلا هو، فيصلي حتى يوقظهم. من يسويها؟ تعبان، لكن يقوم الليل كله يحرسهم ويقوم على شأنهم حتى الصباح، فإذا أصبح الصباح أوقظهم. كان يفعلها من؟ عبد الله بن المبارك كان يفعلها. كان يقولون إذا كنا في السفر فإذا نام الناس تصنع النوم، يتصنع أن نايم، فإذا نام الناس قام وصلى حتى الفجر. هذا ابن المبارك. وابن أدهم، إبراهيم بن أدهم، دخلوا في سفر من الأسفار، دخلوا إلى بيت، برد شديد، ليل مظلم، برد قارس، ما وجدوا إلا بيت قديم من بعيد كوخ، فأسرع الثلاثة إلى البيت فدخلوا، لكن للأسف البيت ليس فيه باب، مفتوح والبرد شديد. فنام الناس ثلاثة من شدة البرد، كل واحد قد يعني كور نفسه من شدة البرد، وإذا بابن أدهم تصنع النوم، فلما نام صاحباه قام فأخذ رداءه ووضعه على الباب يغطي الباب. تعرف ماذا صنع؟ وقف هكذا حتى أصبح الصباح. فلما استيقظوا رأوه يصنع هذا، قالوا لما يرحمك الله؟ قال خشيت عليكم البرد، خشيت عليكم البرد. من يفعلها؟ من يصنعها؟ ثاني، يقوم الليل حتى الصباح ثم يوقظ أصحابه. ثالث، اللي ما يقدر واحدة الثانية، اللي ما يقدر الثانية الثالثة. قال الثالث، الرجل، هذه سهلة، الرجل يكون له الجار يؤذيه، عنده جار يؤذيه، جار لكن مؤذي، لا يوقف سيارته مثل الناس، لا يسلم، لا يرحم، لا يرتاح بالليل ولا بالنهار، جار مؤذي. قال الرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه، يصبر فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، يا يموت واحد منهم يا واحد منهم ينتقل، ويصبر على جاره. هذا يحبه الله عز وجل. اليوم أقل سبب راح اشتكي عليه بمخبر، أقل شيء شتمه وسبح. ثلاثة الذين يبغضهم الله، منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام، التاجر الحلاف، تاجر يكثر الحلف يبغضه الرب جل وعلا، فقير مختال يبغضه الرب عز وجل، وبخيل ومنان، ما يعطي ويمن على الناس. عبد الله، السؤال المهم، أنت تصلي وتصوم وتحج وتقرأ القرآن وتذكر الله، لكن السؤال، تفعل هذا لمن؟ إن كان لله امضي، وإن كان لغير الله قف من الآن قبل أن تخرج من المسجد، خطوتك قبل أن تخطوها، إن كانت لله فامضي، وإن كانت لغير الله قف. قل لمن لم يخلص، لا تتعب، سنكتب ما قدموا، سنكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء كتبه الرب عز وجل. كان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، تتشقق، تتمزق القدمان،
فيأتيه بلال يقول لما تصنع هذا يا رسول الله؟ ليش؟ ألم يغفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. القلب، وما أدراك ما القلب؟ أين القلب المخلص؟ أين القلب الصافي؟ أين القلب الطاهر؟ القلب الذي لا يبحث عن السمعة، لا يبحث عن الشهرة. كم من الصالحين ما عرفوا إلا بعد وفاتهم، كم من المخلصين ما درى عنهم أحد إلا بعد أن ماتوا، كم من العباد العلماء والله ما قرأنا سيرهم. الشيخ بن باز رحمه الله، والله ما عرفنا عنه شيئا إلا بعد أن مات، فلما مات علمنا أنه كان يستدين معاشه راتبا يدفعه 3 شهور مقدما ليطعم المساكين والفقراء. لما مات علمنا أنه يبيت وليس في قلبه على أحد من المسلمين غل. لما مات علمنا أن الشيخ الكبير يقضي ثلث الليل بالصلاة. لما مات علمنا أنه 20 سنة ما تغدى يوما واحدا في حاجة الناس يكون. لما مات علمنا أن المرأة العجوز تسأله حاجة فيبكي رأفة بها. هكذا الصالحون ما يعرفون إلا إذا ماتوا، أما غيرهم فإنهم يبحثون عن السمعة، يبحثون عن الشهرة، يبحثون عن المدح، يبحثون عن الثناء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يحصل على المدح، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. منو فينا قاعد يدور الفقراء في بعض المناطق الفقيرة يفتش عنهم، فإذا علم ما يعرفونه يذهب إليهم ويطرق الباب فيعطيهم طعاما أو مالا. منو فينا يدور؟ منو فينا يبحث عن صدقة السر، ويبحث عن دمعة السر، ويبحث عن ركعتي السر؟ أخي الكريم، هي وقفة محاسبة، أرجوك فكر كثيرا وحاسب نفسك كثيرا وكن جادا معها. كل عمل بغير إخلاص لا يقبله الرب عز وجل. يقول الله في الحديث القدسي: قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والقبول فيه يا رب العالمين. اللهم احسن خواتيمنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.